أعلنت الشركة القابضة للمسالخ عن تصدير شحنة من اللحوم إلى المملكة العربية السعودية من مسلخ الكدر الجديد خلال نوفمبر الحالي بعد مراجعة وإجازة الجودة للمواصفات السعودية. وكشف مدير التسويق بالشركة مجدي زكريا عن ترتيبات لتصدير لحوم عجول إلى مصر يوم غد بواقع 300 رأس. وقال مجدي إن الإنتاج المحلي للمسلخ يبلغ 1000 رأس من الضان و 165 رأس من العجول في اليوم، مؤكدا أن المسلخ يعمل بكفاءة عالية منذ افتتاحه في شهر سبتمبر الماضي.